مع دخول أزمة فيروس كورونا عامها الرابع، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء كوفيد-19 وإجراءات التصدي له. ويأتي ذلك بعد تسجيل مليون حالة وفاة بكورونا خلال عام 2022 وفق أرقام منظمة الصحة العالمية، علماً بأن الفيروس أودى بحياة 6,700,000 إنسان منذ ظهوره في ديسمبر من العام 2019 وفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، سجل ما يقرب من 15,000 وفاة أسبوعياً خلال العام الجاري، بعدما استقبل العالم الأسبوع الأول من 2022 بإصابات قياسية بفيروس كورونا تجاوزت 2,000,000 إصابة كل يوم، بل وصل عدد الإصابات في الأسابيع التالية لشهر يناير الماضي إلى 4,000,000 إصابة يومياً مع ظهور المتحور أوميكرون، وهو ما أدى حينها إلى ارتفاع الإصابات مع بداية العام الجاري بنسبة بلغت 270%. وحينها أيضاً رصدت منظمة الصحة العالمية حوالي 540 طفرة من متحور أوميكرون. وخلاصة القول في النهاية إن منظمة الصحة العالمية ما زالت تحذر في استراتيجية أو تحذر من ثغرات في استراتيجية التصدي لكورونا، ما يعني تهيئة ظروف مثالية للغاية لظهور متحور جديد قد نشهده مع بدايات العام الجديد.